شهداء العراق بصوره تنحامل. نحتاج في هذه الاوقات لحمه وطنيه، ونحتاج تكاتف وتالف فيما بيننا من اجل العراق في عمره السلام، ويجب ان نزرع روح المواطنه وروح السلام وروح التسامح في مدننا. ومن ذلك نحن قررنا فريق تعالوا نصنع الفرح، الفريق الجديد الذي همه هو اعلاء اسم مدينه تكريم وزرع جوهر التسامح مع الاخرين. الارهاب اليوم يستهدفنا جميعا، يستهدف بغداد ويستهدف تكريت ويستهدف كل المناطق العراقيه بدون استثناء، ونحن يجب علينا ان نقف ضد هذا الارهاب. بدون قيد اصدقائي المثقفين واساتذتي واخواني كلهم دعوا علينا ان نقف في هذه الوقفه، والشهد مدير رئيس التقرير مدير الشناشين ايضا كان لها بادره في ذلك. اشكر حضوركم جميعا، واشكر هذا الائتلاف الكبير. اقوم من هنا قراءه سوره الفاتحه ترحما على شهداء الكرام وشهداء منطقه الكرام. Thank you.